لبنان بحاجة إلى إصلاحات، بحاجة إلى إنقاذ اقتصادي، بحاجة إلى عودة النمو، بحاجة إلى معالجة التشوهات الاجتماعية، وخاصة مع ارتفاع كتير كبير بالأسعار وتراجع الاقتصاد اللبناني. المجتمع اللبناني يريد أن يكون هناك حماية اجتماعية، يريد أن يكون هناك خدمات عامة. لذا من الضروري العمل على عدة مسارات: إصلاح الوضع الاقتصادي والمالي، معالجة مشكلة القطاع المصرفي اللي اليوم بحاجة أن يعود وينطلق. هناك ضرورة لإصلاح الخدمات العامة وخاصة قطاع الطاقة، رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتوسيع رقعة الحماية الاجتماعية لتحمي المواطنين الأكثر ضعفاً.